لوجونس ديال الثوب ياك. هذا ريحانه زوينه يعني ريحانه كخيف صافي. المهم حتوب زويون وصافي. بغات فيه السيده كومينو كيف ما درت لكم دابا في الدرس. كومينو كيفاش كناخذوا العبار ديالو؟ الا بغيت كومينو الا بغيت ناخذ العبار كناخذ كنعبر لك ليانه الطول ديالها كنضربو بجوج كيف ما كان. يا بغيتو قصير يا بغيتو طويل المهم الطول اللي بغات. بغاتو عند الركبه كنعبر ليها عند الركبه كنضربو بجوج. بغاتو حتى لتحت المهم العبار اللي عندها كنضربو بجوج. السيده انا جابت ليا جوجونس وغادي نشوف ليها. بغات درت ليها انا في الطول 130 كنشد ثوبي. اش قلت لكم البنات قبيله اش كانتني كانتني طول على جوج. الطول هو هاد الحاشيه هادي اللي فيها الشعيرات هذاك هو الطول. كانتني طولي على جوج من طبيعه الحال. الثوب الداخل اللي ما طلعش الداخل من برا راه باين برا ياك كيكونوا فيه تقيبات. هنا عند الحاشيه كيكونوا ملسين وفي الظهر كيكونوا بحال داي بحال واقشين بحال مشوكين صافي. كل واحد انا المهم نخدم ليا. كاين اللي كيدير ريحه انا نديرو انا نخدم ليا ريحانه على وجهها وصافي. كاين الشعر من البنات شوفوا ها البلاصه مسدوده شفتوها. اش غندير دابا؟ غادي نهز هاد الطرف هذا وغنديه لعند الطرف الاخر يعني ثنيت الطول على زوج وغنعاود نثني العرض على زوج. اعطيني هاد الشكل هذا مربع. قدوا معايا تشوفوا البنات ضروري خاص هاد البلاصه المسدوده يجي واحد على واحد حيت هذا راه هما الكتاف هادو هما الكتاف. كتجي لهنا كتنسي ما خصش يكون الديكالاج. الديكالاج هو تيكون التفاوت ما بين الثوب والثوب. من طبيعه الحال كنقاد الثوبي الثوب تبارك الله زوين عرفتي في اللمسه ديالو واعر. شراتو ب 30 درهم ربع باش شراتو. المهم الزباقه اللي فيه ديال الريحانه ولكن اللمسه ما عرفتش. المهم ريحانه يلا توني هذا هو الطول. ها شتوا البنات هذا هو الطول. الطول راه باينه جوج ونص قسميها على جوج شحال بغات تعطي؟ ها شحال؟ متر و 25 متر و 25 جاتها 126 هي راه بات 130 اللي بات فيه يجي قصير صور شويه هكاك حيت هي عبرت ليها 130 غادي نطوي غنطوي على اسمو غنطوي على طريقه اخرى وغاتجيها. انا ما بيش ندير ليها الفحال هنايا فاسمو ما بيش ندير ليها الحله هنايا في الجنب. المهم نجرب طريقه اخرى ولكن غاتجيها الفتحه غتجي الفتحه وخزوز. غتجي محلول. ها؟ غيجي محلول. ضروري غيجي محلول. 4 سنتيم و 7 ها؟ 5 شحال شحال تقريبا من سنتيم؟ 5 ايوا راه 5 سنتيم. غتجمع مازال جوج في الخياطه. ماشي مشكل. شوفوا نفس الطريقه اللي غنخدم في هذا كنخدمها في هذاك ومزيان تشوفوا جوج دروس. شفتوا؟ مزيان تشوفوا جوج دروس. انا راه غادي نجيب اسمو دابا انا غادي نطوالي طوالي خدمه بالطريقه لا هاد الطريقه هادي هاد الطريقه هادي. لا كاين اللي باغي يقصر وتقدر تلبسيه مع السروال. الا بغيتي غدير قصير مي كنهضروا على الطويل. يلا شوفوا هاد انا درت 3 متر كفايه طويل غادي يجيب 3 متر وغادي يخدمو مسدود. كاين اللي ما كيبيش هنا الخياطه فوق الكتف دابا هذا يجي بحال الشكل ديال المخزاني. يلا وردوا معايا دابا البال البنات راه بحال قلتو درت جديد هذا راه ماشي نفس الطريقه باش خدمنا الاول. ملي كانت نيتو كرد البال لهاد الجناب هادو واش كاينين ولا ما كاينينش. عطوني البنات ورقه يلا مزيان. شوفوا البنات كانت نيتو بي على زوج اللي درنا في الدرس. غنحط هذا وغنحط هذا صافي. مره بداو يشرو هاد القواعد راه دايره واخيلا درهم ولا ما عرف شحال وجيبو حطو نتوما المحسنين ياك. كنعاود نثني اش على 4 صافي. ها هذا الدرس
درت السبور اللي اصلا اللي خصو يكون في الثوب. غير انا ما قدنيش الثوب. اش درت؟ دخلت من هنا لهنا بشحال؟ 8 هبطت بجوج قورت صافي. من هنا لهنا حطيت طول ديال الماده ولا طول ديال الدراع. ها هي النقطه ديالو. من هنا لهنا اش حطيت؟ 26 الدوره ديال راس لكم. جيت درت الارتفاع الامام ديالي سطرتو. هتلاحظوا بانني هنا ما نزلت بوالو، هنا ما نزلت بحتى حاجه. ايوا جو نحطو هذا، نحطو هذا ونجو لهاد الاخر هذا. غادي نقاد توبي صافي. غادي ندخل بثمانية ولا سبعة، ندير لي سبعة. الحانة راه كتجبد شوية وكنهبط بزوج وغادي نقور مزيان. غادي نحط الطول اللي عندها، عندها 70، 70 نقص منها غندير ليها 35. عندها 70 صافي، عندها 70 انا غندير لها 35. 35 عندها 70 غادي ندير لها. شوف غندير الطول كامل، الطول كامل كيجي زوين صافي. غندير الطول كامل، عطاني 63، 63 مزيانه اصلا هي بعثو قصير 63 وغنزيد ليها انا ربي ينفع كيما جاها مزيان. كنديرو هاد الطول كامل. لا لا غنخدم، نخدم على هذا، غنخدم على الفوقاني صافي. اش عندي هنا البنات؟ عندي ثوب محلول تما، عندي ثوب مسدود. غنجي لهنا وغنزل 5 سنتيم صافي، وغندي هاد النقطه لهنايا مزيان. كنطيح الكتف، نطيح الكتف 5 سنتيم 6 سنتيم 8. المهم هاد العبر كيجي مزيان واضح. شحال عندي في دورتكم؟ هي عبرت ليها 45، 45 قسمها على جوج. ها هي شحال عطاتني؟ 22 وتقولي 23 زائد واحد هي 24. غنجي لهنا وغندير ليها 24. ها هي صافي هكذا. كون عبرت من هنا انا غنقطع، غادي تنقص ليا. ردوا البال البنات، ردوا البال الا ما تهبطوش بهاد الهبطه هادي. راه الا محلول كنهبط، الا بغيتي تخيطي كتهبطي. وحاجه اخرى عاوتاني ما تنساوش، راه هاد 24 هادي ياك راه كتنقص منها واحد هنا، يعني راه ممكن تزيدي جوج، راه كتزيدي واحد هنا واحد هنا. انا 24 مزيانه يعني. يلا يلا مزيان. غنجي لهنا وغنهبط بالطول ارتفاع الامام. الكليانه عندها 40، ها هي كنعاود ندير 40 اخرى. كنعبر من الفوق من الخطه على الكتاف. ها هي ما كتعبريش واحد وتسطري. راه الا حسطرتي هذا راه تصدي شي قنت اخر. عندها في دوره الصدر 107، دائما كنعبر بالمترو. غنشد العدد واحد غنحطو عند 107. ما هو السكره تضري فينا كنجبدكم. عطاتني 53 ونص، هي 54. 54 غنقسمها على جوج عطاتني 27. غنشد 27 وغنحطها. ها هي ما زدت لا واحد لا حتى حاجه. غادي نهبط 15، غنهبط ب 15. هاد 15 كنهبط بها ديما باش كنلقى الحوض ديالي. عندها 108، 108 حتى هي غنقسمها. ليا نقسمها على جوج، عطاتني 54، 54 نقسمها على جوج عطاتني 27. هاد الكليانة هادي ياك خليتكم كتفرجوا في الفيديو. هاد الكليانة هادي علاش اصلا هي كتبغي تفصل كومينو؟ ديما كتبغي تفصل كومينو، معندهاش الحوض، الكليانة معندهاش الحوض بالمرة. وعندها الكتاف عرض، راه ما عبرتش ليها كتافها ياك، ما عبرتش ليها كتافها، ولكن تبارك الله في الكتاف كتكون ديك 41 42. وباش ما يبانش داك الجيفو ياك، هو صراحه غير ما كون درت لها مثلا شي قميجه ولا شي حاجه غنعرف كيفاش نخدمها ليها. داكشي علاش كيعجبها تلبس. مثلا جات عندكم نتوما كليانه ياك وعندها هاد العبارات هادو، راه مازال هذا راه خديت لها انا بالكرش، راه الحوض راه شديت لها مع حتى الكرش. جات عندكم كليانه وعندها هاد العبارات هادو، شنو غديروا ليها؟ كنزيد في الحوض واخا ما عندهاش كديري ليها. مثلا عندها هنا 30 تخدمي لها هنا 32، علاش؟ باش تجيها لك سوا
قاده عليها ماشي انتيا عندها هي الديفوزي اللي انت تدخلي ليها ولي داكشي شي داخل شي خارج ما غتخرجي ليها على على البياسه ديالها. دوره الحال خصها تكون كبر من ديما دوره الحال تكون كبر من الناس. يعني دابا انا هنايا غادي المهم انا تشوفوني شنو غندير هنايا صافي البنات واضح غنجي لهنا وغندير لها الطول انا 130 اللي عبرت ليها راه عبرت لها شويه قصيره غادي ندير ليها الطول ديالها الطول بطبيعه الحال كنشدو من هنايا عندها 130 غندير ليها 100 حيت عندها الطول فاسمو عندي لها 138 صافي عندي لها 138 ويا مي غادي دير لي السياج راه حاجه اخرى حيت هذا غادي نجي لهنا وغادي ندير ما غنديرش العاد بزاف مع ما كاينش علاش درت حيت غنطلع في شي حيت غنطلعوا في الجن زيد حيت ضعيفه حيت ضعيفه زيد حيت هو اصلا خصك اصلا قصير شويه وما كاينش عاد بزاف هاكا هاكا يعني يعني ملي يكون طويل راه غندير فيه 45 بيلي جلابه ما ديروش 40 ديرو 45 بديه قصير شويه راه كدير 40 انا هنا واخا طويل درت 40 سمعتوا واخا طويل درت ليها 40 علاش حيت غندير لها واحد الدوره هنا وديك الدوره كتزيد كتكثر لك العرض يعني هنا ندير لها 40 كافيه كافيه 40 تاكل بهم زعما باش تقصي تيجيك الوجع اليوم هذا مولا السكر مولا السكر كتاكل بهم وكتسوس دوك هنا حالي من 40 هيا 40 صافي ها العرض هذا هو العرض يلا وشوف البنات شنو غندير غادي نجي لهنا غادي نزيد العبار اللي انا باغيه صافي انا غندير لها 4 سنتيم كافيه غندير هنا 4 سنتيم وغنجي نزيد لهنا وغادي نزيد شحال نزيد 6 سنتيم عرفتي علاش اصلا هادو راه مقادين ليا مزيان يلا هادي البنات راه ساهله كتجي حتى لهنايا بحال قلتي شوفوا ها غادي ندير بحال النص النص غنمشي فيه ديريكت صافي وغادي ندور لعند هاد النقطه هادي ها مزيان ومن هاد النقطه هادي كنهبط عند هاد الاخرى مزيان عقلوا لي على هاد النص هذا باش ما تهودوش ومن هنا مباشره غنمشي شدي تما بلا مسطره بلا والو قبل المترو كنمشي لتحت صافي واضح النقطه هادي هره بحال قلتي قربت لعند هادي ودرت النص كنتو نتوما بغيتو عريض مثلا بيتي هاد الموديل عريض كتجي من هنا ولكن هذا نلبسو معكم الحانوت كيكون عريض واعر كيجي زوينه هذا كيكون عريض كيجي من فوق كبير ومن هنا مزيان كيجي مضيق صافي هذا راه كيجي من هنا من هنا هابط سمعتي خبي فيه اللي كيجي زوين كيجي مستور هذا كيجي مستور درناه استاذ هكذا صافي هكذا دابا حنا كنخدموا على هذا هذا كيجي معصرا كيجي زوين من قميجا كيت ما كدير فيه اللي بغيتي كدير القب دير القب ديري يلا غنجي لهاد البلاصه هادي انا باغا نتفركس على السيده واحد شويه غنجي لهنا وغندير ليها ما نعيقش بزاف غندير ليها 17 صافي غندير لها 17 ياك وغادي نقسم على جوج وغندير ليها هكا شتو انا باش يطلع ليها شويه في الجنب باش يعطيها داك الديكور واضح وغنقطع روح ردوا البلا البنات هنايا بسم الله ملي كنبغي نقطع ياك فين هي هادي ملي كنبغي نقطع كنبعد على الكري شويه اصلا هذا كيكون عريض ما عندكمش خوف ولكن ملي كتكون مثلا جلابه ولا شي حاجه راه كتقطعي على الكري كتفوتيه بواحد شويه استاذه نعم استاذه خمسه سنتيم قلتي لي لازم استاذه استاذه زوينه احكم استاذه مشيت شريت الثوب في بيت الكاي هاد الثوب هذا لونو شري عندك ديرو حد عامله مع صحاب السادات والله الا والله الا واعر واعر زويون صافا البنات هنا راه كاين الثوب كيكونوا ديكالي غادي نقد على حساب البلاصه خضر الكتريك كراس داك النور الخير مزيان هاكا يا
يلا شوفوا باش ما نخربقكمش، هذا عقلوا على هذا الموديل حتى هو صافي. هذا درناه محلول من الفوق، توب فرض علينا نحلوه من الفوق. اري لي هذا، نرجعوا لطوبنا حنايا الموديل ديالنا الاصلي. لا زين ما عرفت الفيتر. يلا شوفوا اه من هنا لهنا اش كنحط؟ دورة الصدر كنهبط ب 15، كنحط عليها اش دورة الحوض، وكندير الطول ديالي وكندير هنا 40 ولا داكشي اللي بغيت، كنزيد هنا 4 وكنزيد هنا 4 صافي ولا 5 كما قلت لكم. كتجي النص كتكوني فيه غادي ديريكت، كدوري عند هاد النقطة وكتمشي عند هاد النقطة وكتهبطي لتحت، هادشي باين. جينا لهنا كطلعي هنا كطلعي بلي بغيتي، ميمكنش انا مثلا كليانة دايرة جلابة ونطلع عليها ب 30، قميجة مثلا ممكن نطلع ب 30 جلابة، لا جلابة راه غنعلي نعري لها رجليها كاملين، يعني 15 16 12 10 نتوما ولي بغيتو. كندير النص وكنقور غنقطع، هذا راه مسدود عشان البنات هذا كي كيجي كي ما كيجي واعر، اختاري تشوفي يكون زويون وفصلي لها سريوين يا سلام. كيجي فيها الخبز كيجي زوين، كيجي زوين بزاف. كي جاني الموديل جا مسدود صافي. هذا كيفاش غنقور ليه عنقو؟ غادي نحلو بحال هكذا وغنعاود نسدو بحال هكذا صافي. غادي نجي لهنا لهنا لهاد البليصه هادي، كنحاول نطلع الطبلة على حساب الطبلة بيضاء، كنجي وكنعبر داكشي اللي بيدخل ليا عنقي مثلا 10 9 وكنجي لهنا هكا وكنقور صافي. ها الاولى مثلا لنفرض بغيتي انتيا قدام قصير، ياك اش قلنا في الدرس؟ الله قال قدام راه هي ناري على الله قدام عطينا كالور قصير خسرتيها. هاد البلاصه هاد القنت البنات كنحافظ عليه، هاد القنت كنحافظ عليه، هذا خصو يكون مقنت ماشي تاكليه ليا وتدوري ما يبقاش يبان لك في الخياطه، كيكون مقنت. لا 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 ضروري كيتقي اصلا، انت ملي كتقطيه راه كتقطيه راه مقنت. لا واش ضروري نقسم هذا الزبده ولا لا؟ اللي بغات دابا انا كنحاول. شوفوا البنات كنحاول نعطيكم المعلومات، نعطيكم معلومات كثار باش موديل واحد موديل واحد ديري فيه شحال من موديل. انا هذا باغا نديرو قصير، اش غندير؟ غادي نجي لهنا وغنقص العدد اللي بغيت، ولكن شرط واحد ملي غنقص خاصني نمشي عند القنت ضروري، راه شرحت لكم قبيله علاش صافي. باش منين نقلب باش منين نقلب منين نبي نخيط منين كنمشي للجناب نبي نخيطهم مع بعضياتهم كيجيني حاشيه مع الحاشيه صافي. وهذا راه قصير شفتو، هذا راه قصير عندك عندك عقلوا عليها، عندك عندك تمشي تقوري لقدام بحال هكذا وتمشي تقصي بها تجي عندي بدا يتبكي ما عقلتش عليك الشعيبيه. يلا انت دابا راه كنا كنقولوا الشعيبيه حتى جات عندنا الشعيبيه ديال بصح ياك الشعيبيه صح. غنجيو لهذا، هذا البنات ساهل، هذا راه محلول مازال لا راسو لا راسو بالعكس هذا اللي فيه ايه عاز ليا، هذا عاز الراسو الراسو. غادي نجي غنحيد واحد ياك وغنجي لاخر، غنجي للامام غنقاد العنق العنق عنق على خوه ودابا على حساب دابا واش فهمتي على حساب. شوفوا شتي الكليانه الخياطه الواعره هي هي انها تجي كليانه تجي كليانه بموديل وتبدلي ليها انت الافكار بشي حاجه اللي زوينه اللي غتجي معاها واش فهمتوا كيفاش. اما راه فيا اللي نمشي عندها ونقول لها الثوب راه ما قادكش بدلي الموديل وهي اصلا شهوده في هذا الموديل ما علينا. هاني قديت الثوب غادي نهبط بالعبار اللي انا باغا، عندي ليها تسعود صافي ندير ليها تسعود كافيه ها الوقت اللي تبغاتها هكا فليت وحمرت خارجه ما خارجه وابقى مزيان ما هو يا اختي. غنجي لهنا وغنعبر شحال؟ غنعبر 24. شوفوا البنات 24 ضربوها في جوج 48
غنسهلها عليكم. الله يلعبك. غنسهلها عليكم. شوف هاد الناس اش غنديروا. ها راني ليا هاد. غندير الوجه مع الوجه وغنخيط صافي. ملي كنخيط كتخيطي هادشي اللي قطعتي خيطيه. دابا راه ملي كتكوني في الاول دايره ما قطعتيش كتكوني مهانيه ديجا هذا كيكون مخيط. هذا راه كيديروا فيه بنات الجياب كيديروا فيه زعما زوين زوين والله العظيم واعر كيجي زوين. كيجي زوين. شوفوا هذا كيديروا فيه جليبات. شوفوا البنات والبلاصه الخياطه البلاصه اللي فيها الخياطه كدوزي عليها الطراس ماشي الطراس الكابلي لا العقيق كيجي المناسبات خطير كتختاري العبايه الخليجيه كيجي واعر. وهذا صراحه زوين كيستر الفورمه اللي رقيقه كيسترها واللي غليظه كيسترها. المهم زوين. شوف البنات العاني انا خيطت كيكون عريض. شوف البنات انا خيطت هذه البلاصه هذه صافي. ها هو دابا راه مشات ليا واحد هنا وواحد هنا. البنطه كيكون فيها هذا الطول هذا فيها 47 فيها 47 حنا غنديروا فيها 48 باش ما تجيناش قصيره صافي. فيها 48 مزيان. راهو ليا الثوب خيطو ديك البليصه باش نزيد. هذا هو الثوب اللي شاط ليا كنهز واحد الطرف فيه. استغفر الله العظيم الكريم. اكادير هي وين بدا عندنا الصيف حنا قبل من الناس. لا سوا الحلاوه. يلا شوفوا البنات غنهز واحد الطرف باش شيت ليا الاخر نجد بيه. توب متني على زوج نعاود متني على أربعة. شحال من بندر يعطيني هذا؟ جوج. فوالا ايوا بديتو كتعلموا الشعيبيه. يعطيني جوج شحال غيكون عندي من هنا لهنا؟ 48 مزيان 48. انا نحاول نحيد نخسر هذا باش نقطع هنا 48. هي راه خارجه عندي شتيها. وبالنسبه للعرض انا غندير العرض اللي انا باغا عندي لها سبعه كافيه سبعه مزيانه صافي. عندي سبعه وغيمشي ليا واحد في الخياطه مزيان. واش الاستاذ هذا داك اللي كيجي عريض منكم ماشي بحال اللي لاصق بالي؟ ايوا خايتي اواه داك العريض راه قلت لكم من الاول راه عريض كيجي زوين كيجي واعر. هذا بوحدو بوحدو هذا كيجي عريض كيجي زوين وين كلشي. عندي انا منو بزاف عاد شحال مفصله فيه من واحد هو اللي كنت كنلبس. غادي نزيد واحد سوينتيم هنايا على حساب الخياطه. درت 8 صافي البنات درت 8 في العرض. باندا البنات بيتو هادشي واعره كتكون مسدوده ما عمركم ديروا ليا باندا محلوله. ها الباندا الاولى ها الباندا الثانيه شوف ها الاولى ها الثانيه نخيطها نخيطو قدامكم دابا ونلبسوها. اش بقى لينا؟ بقى لينا البيه. اري ليا ما تسديش ولا ما تسديش ليا الجناب ها الكتف. اري ليا غنفصل البيه البنات. ردي البال معايا في البيه كي غندير ليه. شوفوا البيه البنات احسن احسن فينيسيون هو هاد البي ما بلا داك بوق النوف ديال الطبطين ما كنحبل انا هذاك الطبطين. شوفوا ما عندي انا تقريبا هنا حتى بلاصه دايره. انا غنقاد البلاصه دايره راسي كنجي وكندير ها ما يكونش داير بزاف لا ما دايرش ها غير شويه ها هي شويه وكتدوري صافي. ها شتو كي داير وكتعبري بحالني لا هو ماشي نفس ها نضيور ها نضيور وكتعبري 4 سنتيم ربعة وكندور بها فيه كامل. انا صراحه ما كنديرش ربعه كامله ولكن نتوما ديروا ربعه. انا كندير تندير 3 3 ونص. منين تعلموا بداو ديروا 3 ونص عرفتي علاش؟ ربعه الا درتو 3 3 غتعذبكم يجيكم صغير. ولكن انت غتاخذي السوج ما كيداش ليها الزوينه هذا السوج
هذا كتفيني به العرق راه عندي حقاه وغادي نخدمو خدمته قدامكم. دابا نتوما شوفوا البنات راه هكا باش ما احسن كاينه شي بلاصه فيها التعلام نتوما تدخلوا بحالكم بحال الناس الكري فهمتي. الا كنتي ناويه الا كنتي ناويه تعلمي من الاول ديال العام ديري قدام عينيك بنت تعلم باش كت باش باش ما عرفتي واش كاينه هاد البلاصه ما شفتيش يا والو هذا هو باقي الوقت وحنا دابا راه الا كان الا كانت الله يعطينا الصحه باش نكون معاكم قضيه حامه هو المهم طول العمر ما عرفناش ما عرفناش الوقت اش ديالينا يلا العام الجاي الا كان خاصنا نجيو سالو شوفوا ها الا كان البنات خيطنا صافي خيطنا الكسافه باش ما تقولوش يلا راه ما خيطيش ولا شي لعيبه بحال هكاك ها هما الكسافه تخيطوا بحال 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 كومينو بحال عادي الاخرى كيكونوا كتافهم خيطين الاخرى كيكونوا كتافهم خيطين اشنو غندير دابا غادي نجي لهنايا ياك ها ها الوجه وكنجي للباندا ديالي الباندا ديجا انا كنخدمها مسورجيا يعني كنشدها ها وجهها شتي الوجه هو هذا كنشدها وكندير الماكينه كنسورجيها هكا صافي مسدوده هكا كتسورجيها مسدوده كتجيك ساهله صافي وكتخيطي كتخيطيه تخيطي هكذا تلفات ليا الخياط كتشدي واحد سنتيم مزيان الوجه على الوجه ومني كتسورجيها خاصنا الكيس ياك والله يلا صبروا قال لك اللي بان نحل اللي بان الزين ياك اللي بان الزين ها روقي وقفي وقفي تحسي براسك عرفتي تخيلي راسك تعلمتي ودرتي شي مشروع شي بلاصه واعره والكليان كليمه فوق راسك الطوموبيلات واقفين الطوموبيلات واقفين قدامي ملي كتخيلي شي حاجه لابسه صافي البنات شوفوا ها هو تخيط مني غنقلبو غيجيني بحال هذا الشكل صافي كيجي هكا مفيني كنعاود عاود ثاني نسد الكم ديالي وكنخيط خياطه وحده من الفوق حتى لتحت هاد البندار هنا راه واخا تسهلوها راه الا خسرتوها راه كتخسر لكم الموديل كامل ياك انا فاطمه شايف التقطيعه الخياطه خاص يجيك واحد مع واحد كيجي الراس مع الراس لا ما تقطعيش عاوده لا عاوده ما تقطعيش عاوجه ديما كنحس سخونيه ولينا كنتعاودوا ها شوف البنات هنا خصو يدقاد شتي سكتي هنا خصو يدقاد وهذا خصو يجي مع هذا القنت مع القنت لا لا هذه كتجي هكا داكشي فركاسو فراسكم بحال هادو شحال كيتباعوا في البلايص الواعرين راه 9000 سمعتوني 9000 واحد السيده مسكينه واحد السيده كتبعني فاسمو وكانت كتمشي كتشريها من واحد البلاصه في مراكش ما عرفتش فين ديك البلاصه حميد ولا كتشريها غاليه ونهار شافتها عندي في القناه في الصلاطه قالت لي والله الا كانوا كيقولهوني طاحت عليها 50 درهم شريت الثوب 50 درهم باش طاحت عليها هو شوفوا شحال ديال الفرح صافي كنهبط بخياطه وحده حتى لتحت شوفوا البنات علاش قلت لكم قبيله القنت ها كديري القنت صالطوا كديري القنت مع القنت واحد الحاجه اخرى ما خصوش يجيكي جاك هكا حليه جاك هكا حليه صافي انت كيجيك هكا انت تقطعي انت راه ما فصلتيش واحد كبير وواحد صغير راه دي فوا من يديك يديك اللي ما خيطوش مزيان صافي كنخيط حتى لتحت راه ما كنخيطش من التحت راه غير انا هوت لتحت كنخيط من الفوق حتى لتحت غير بغيت نوريكم داكشي اش بديت من التحت مرة كنبدا من هنا من هنا وكنهبط كلشي كاع الكساوي كنبدا فيهم من اليد ما عمر الخياطه كتكون من التحت غير واحد الحاجه يعني ملي كنخيط ياك ملي كنخيط كنوصل نقرب للتركيز كنقاد التركيز وكنجي ها كنجي حتى لهنا وكنقادو ملي كنقادو كنجر ثوبي كنديري بحال هكا وكنكمل الخياطه نفس الطريقه الخدمه اللي درتها لهذا غنديرها لهذا الطرف الاخر حتى هو وغادي نسد خياطه وحده حتى لتحت مزيان البنات احنا سالينا البنطاش كيفاش كتجي البنات شوفوا كتجي على هذا الشكل هذا
كيجي هنا هذا كيجي هنايا شتيها ما عريضاش بزاف وما مضيقاش بزاف شوف البنات ردوا البال ياك لا تشدوا هذا تخينيو لا هذا راه كيكون في التحت هذا راه كيكون في التحت ما كيكونش في الفوق صافي والخياطه راه كتكون هنايا ما عندنا ما نديرو ليها المهم جا طويل وما كيجيش عريض شتو كيداير هاد شتو هاد راه ما عريضش بزاف كيجي غير القياس زوين وهنايا راه ما كايناش طلعه بزاف هاد شويه يعني دابا هاد الا جاها مثلا طويل اش غندير ليها سكوت الا جاها طويل اش غندير ليها غتنقص اش غندير غادي نقص وغنزيد في الطلعه غادي نقص الضو وغنزيد مازال في الطلعه صافي باش يبقى ليا الديكور ديال اسمها مزيان ولكن ماشي السريوال ديالها والجيوب لا انا باش نقص القدام انايا انا قدامي باش نقصو بالنسبه لهذا هذا البي هذا كان فيني به العنق هذا كيدار من الوسط ياك كيدار من هنا وكندورو على العنق هذا عاود ثاني خصكم تشوفوه البنات اللي باقيين جداد يشوفوه في الماكينه شكون اللي عندها شي سؤال صدر بنا نديرو ليه الكون 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 خصو يكون محلول الا بغيتي ديري سكت البنات الا بغيتي ديري الكون غادي تخليه تصليه بحال هكذا وغديري ليه الباسبوال الباسبوال غادي نخدمو معاكم وغديرو فيه امتحان الباسبوال كتكون واحد الحله كتكون هنايا ديال الصديف ياك خطيره كتكون خطيره يعني الا مشيتي تزقلتيها هكا ولا هكا كتخسري الجو لا واه ماشي بحال الجيبيه الباسبوال كيكونوا الصديفات هي هنا باش كتحل وكتركبي فيها القبيب الكور اما القب راه كنركبو غير هكا عادي القب راه كتركبيه هنايا وكتكروازيه كيجيك زويون شكون الجيب بغيتو الجيب غتفصلي مربعه وغتلصقيها لي هنايا وحده غتلصقيها لي هنا ماشي هنا وهنا مدفون لاش بغيت تفني ما تمشي بالغلط تفني لا معمره بالسمره هذا الشيء اش قلت لك واش نديرو مدفون ما يديرش مدفون ما تفلزاتنيش ما تجيش خلي هكا انت في الفوق شكون هو المونتاج جابته لكم في الصل مثلا انا فصلتها واش تهلك جبتي لي خيطه اللي كان فريال صافي البنات ما شكون عندها شي سؤال بالنسبه للبنات الخياطه ديال هذا ان شاء الله الا بغيتو نتوما تبداو تزعموا ياك بداو شدوا الخدمه حاولوا عطوا 100 درهم اتساع ياك باش يبداو يجيو عندكم الكريان ياك 50 درهم 1200 1400 1600 ما 1600 ما تفوتيهاش نهار تعلمي مزيان وتقني وتولي خدمتك مزيانه اش نخي ديك الساعه ما كاين لك 100 درهم الفوق كاينو 400 3000 بحال هاد الشكل ودرت لي ديك الباندا درتي لي الباندا شحال درتي لها درتيها الراس كايجيك زوين شكون عندها شي سؤال صافي يلا الله يسهل